ويا مساء الخيرات ومساء الجمال على أجمل متابعين، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. جاهزين لتغطية اليوم منتجات جديدة ومميزة بانتظاركم من شركة مجمع الشامل فرع الرياض. تابعوا السنابات الجاية ولا تروحوا بعيد، منتجات بإذن الله راح تعجبكم. لما بيتك بيت الكرم، قدمي بكل حب لضيوفك، وأكيد في شركة مجمع الشامل نساعدك تكون ضيافتك أنيقة والكل يسأل عنها. خلونا نبدأ التغطية مع الصحون أو زبديات الأنيقة هذه. التعب، وأنا أقول لكم أنيقة بمعنى الكلمة، راح تكون كذا باللون الأبيض مع الحواف الذهبي. شوفوا إيش الشكل الجميل. تبدأين تدفنين باستخدام ما بين المكسرات، ما بين الفطور وما بين التمر. راح تكون كذا كلها حجم صغير، لون واحد وبأكثر من شكل. كلها كمان ذكركم راح تكون بالحجم الصغير، وراح تاخذين كل قطعة بسعر 5.75 ريال. هلا شاركوني آراءكم عليها. صراحة الأشكال صدق صدق تحفة فنية. شوفوا قد إيش جميلة جميلة وأنيقة، وراح تكون أكثر أناقة لما تحطين فيها ضيافتك. زبديات سيراميك بأشكال غير اعتيادية بانتظارك في شركة مجمع الشامل. راح أترك التعليق لكم على الزبديات هذه. في عدة أشكال، ما بين شكل دوار الشمس، ما بين شكل الورود باللون الأحمر، ما بين الكرز، وما بين شكل الليمون المنعش. إيش رأيكم فيها؟ صراحة جميلة جدا، شكلها غريب وغير اعتيادي. والحلو ما راح تأخذين الزبدية الواحدة، راح تأخذين الزبديتين مع بعض من أي شكل من بين هذه الأشكال بسعرنا الخيالي 5.75 ريال. هذا لبس. جهزي مطبخك من الألف للياء مع أدوات شركة مجمع الشامل. جاهزين أوريكم تشكيلة ملاعق الطبخ اللي وفرناها لكم اليوم. راح أتعب وأنا أقول لكم فخمة، وأكيد راح تبيض وجهها على طاولتك. شوفوا معاي متوفر منها أكثر من 5 أشكال، كل الأشكال تخطر ببالك من ملاعق الطبخ وفرناها لك باللون الأنيق اللي ما يختلف على حبة اثنين، اللون الذهبي. طبعا راح تكون بهذا الشكل باللون الذهبي مع اليد بعدة ألوان، ما بين الأسود وما بين الأبيض والأخضر واللون الأحمر. خليني أصور لكم الأشكال بتفصيل في سنابات الجاية. بالله عليكم تقدرون تقاوموا هذا الجمال؟ يعني صراحة ماني عارفة كيف أوصفها لكم من جمالها. على فكرة راح تكون كذا خفيفة وعالية الجودة في نفس الوقت، وما تصدي معاك أبدا. متوفر منها بس اللون الذهبي زي ما قلت لكم. اليد راح تكون ما بين الأسود والأبيض والأخضر والأحمر. كمان لو حابة شكل سادة يعني بس لون ذهبي، كمان وفرنا لك هذه الأشكال، يعني لك حرية الاختيار. وراح تأخذين كل ملعقة من هذه الملاعق الجميلة والأنيقة بس بسعر 5.75 ريال. هذا لعشاق القهوة وتجميع الأكواب، لا يفوتكم تشكيلة أكواب السيراميك اللي وفرناها لكم لليوم. من الحين أقول لكم أنا أول وحدة راح أخذ منهم. صراحة الشكل ما يتفوت، وموجود منها الألوان اللي حبها قلبكم، ألوان جدا زاهية ما بين الوردي، رمادي، درجات البني، واللون الأزرق، وما بين كمان اللون السماوي. طبعا راح تكون كذا كوب سيراميك مع الغطاء السيليكون. طالبات المدارس الجامعيين راح تفيدكم كثير، وفي منها أكثر من شكل. طبعا إيش أحلى من هذا؟ راح تكون الرسمة من جهتين زي ما شايفين. شوفوا كيف، يعني جمال جمال من الآخر. وراح تأخذون كل كوب بسعر 5.75 ريال. هلا لو حابة تستمتع بمشروبك المفضل بوقت طويل وتاخذين كوب سيراميك في الحجم الكبير، لا تشيلي هم. وفرنا لك هذه الأشكال من أكواب السيراميك أو من مج السيراميك مع الغطاء السيليكون. نفس الأشكال اللي صورت لكم هذه، نفس الألوان، راح يكون منها بس بحجم أكبر، وراح يكون معها الغطاء السيليكون. وأكيد ما تكمل جمال سفرتك من غير لبادات الصحون. لا تحتاري واختاري هذه اللبادات الجميلة، وصدقيني راح تطلع سفرتك بكامل أناقتها. راح تكون بهذا الشكل زي الشبك مع حواف خاص باللون البيج. في منها الشكل الدائري، وفي منها كمان الشكل المستطيل. كلها راح تكون بالحجم
الوسط، صدقيني جدا جميلة وأكيد راح تكون أجمل لما تحطينها على طاولتك وتنسقين على طقم السفرة الصح، وراح تاخذين كل عبادة صحون بسعر 5.75 ريال. هلا موزع صابون الأيدي بتصميم فريد من نوعه وبتصميم عصري وبسعر جدا مناسب، أكيد نتكلم على موزع صابون الجميل هذا، راح يكون كذا بلاستيك باللون أوف وايت ومن الداخل راح يكون شفاف وبالحجم الوسط، صراحة جميل جدا وراح تأخذين كل هذا الجمال بسعر 5 ريال. ومو بس نرضي محبين القهوة، حتى محبي الشاي نرضيهم بأجمل الأشكال من بيانات الشاي، إيش رأيكم فيها؟ صراحة تصميمها كذا جدا غريب باللون الفخم اللي هو اللون الأبيض مع الصحن الخاص بها، في منها أكثر من شكل تقريبا 3 أشكال، اختاري منها الشكل اللي يناسبك وراح تاخذين بيانة الشاي مع الصحن بسعر 5.75 ريال. تحبين القهوة العربية أو القهوة التركية؟ طبعا مهما كان جوابك، في شركة مجمع الشامل نرضي الطرفين، عشاق القهوة التركية وحتى العربية، وفرنا لكم منها طقم كامل وبنفس الشكل، راح يكون هذا الشكل فنجان قهوة عربية مع الصحن الخاص بي، كمان عندك هذا الشكل نفس اللون بنفس التصميم القهوة التركية، راح تاخذين كل حبة مع الصحن بسعر 5 ريال. وعلى فكرة مو بس اللون الأحمر راح يكون فيه منه طقم قهوة تركية وعربي، كمان وفرنا لكم منه أكثر من شكل، كل الأشكال اللي شايفينها الحين للقهوة العربية نفس الأشكال بالضبط، راح يكون فيه منها فرجين للقهوة التركية، يلي عندك هذا الشكل راح يكون معه طقم قهوة عربية. تفريش أسنان أطفالك صارت أكثر متعة مع هذه المجموعة الجميلة اللي خسرناها لهم من شركة مجمع شامل، راح تكون مكون من طقم كامل
قطعتين من فرش الأسنان الناعمة على اللثة والأسنان، كمان عندكم دمية وساعة، هذا بالنسبة للبنوتات. أما الأولاد أكيد ما ننساهم، راح يأخذون نفس الشيء بس راح يكون في ألعاب للأولاد، يعني تقدرين تشجعين أطفالك بهذه الفكرة البسيطة والجميلة، وراح تأخذين المغلف كامل بسعر 5 ريال.